استعدوا للانطلاق في رحلة ستنقلكم إلى عالم تتلاشى فيه حدود الواقع وتتكشف فيه خبايا النفس البشرية. ينسج سيف حكاية تتجاوز حدود الزمان والمكان وتأخذنا إلى عالم يلتقي فيه الماضي بالحاضر. على السطح تبدو أورا قصة عن رجل يدعى عادل يبحث عن العزاء والإجابات في جزيرة معزولة، لكن تحت السطح يكمن غوص عميق في أعماق النفس البشرية واستكشاف لمخاوفنا ورغباتنا والصراع الأبدي بين الخير والشر. انضموا إلينا ونحن نتنقل بين دهاليز أورا لنكشف أسرارها ونكتشف الحقائق العميقة التي تختبئ بين صفحاتها. تخيلوا جزيرة مغطاة بالضباب، شواطئها تلامسها همسات الريح. هذه هي أورا، ذلك المكان الذي يبدو فيه الزمن وكأنه قد توقف وتتردد فيه أصداء أحلام منسية. لكن أورا ليست جنة، بل هي مرآة تعكس الاضطرابات التي تسكن كل نفس تجرؤ على أن تطأ أرضها. تتحول الجزيرة إلى شخصية بحد ذاتها، فطبيعتها الجغرافية تعكس الصراعات الداخلية لسكانها. تمثل المنحدرات الشاهقة التحديات الهائلة التي يواجهونها، بينما ترمز الغابة الكثيفة إلى الظلام الذي يهددهم بالغرق. أورا هي مكان للعزلة، حيث يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على مواجهة مخاوفهم ورغباتهم الدفينة. إنها بوتقة يعود فيها الماضي إلى السطح، ويهدد ثقل الذكريات المنسية بإغراق الحاضر. في قلب هذه الحكاية الغامضة يقف عادل، ذلك الرجل الذي يطارده ماض لا يستطيع الهروب منه. بحثا عن العزاء والإجابات يشرع في رحلة انفرادية إلى أورا، غافلا عن التحول العميق الذي ينتظره. لكن رحلة عادل ليست مجرد رحلة جسدية، بل هي رحلة إلى أعماق نفسه. فبينما يتنقل بين ألغاز الجزيرة يجد نفسه مجبرا على مواجهة شيطانه الداخلي، فيصارع أسئلة عن هويته وهدفه وطبيعة وجوده الحقيقية. من خلال تجارب عادل يصور سيف ببراعة الصراع الإنساني من أجل اكتشاف الذات. نشهد نقاط ضعفه ولحظات شكه ويأسه وتصميمه الذي لا يتزعزع على إيجاد معنى في عالم غالبا ما يبدو فوضويا وقاسيا. يتحول الزمن في أورا إلى نهر متدفق بين الماضي والحاضر. يستخدم سيف ببراعة تقنية الارتداد بالزمن لنسج نسيج غني من الذكريات، كاشفا الأحداث والتجارب التي شكلت حياة الشخصيات. هذه الأصداء من الماضي ليست مجرد أدوات سردية، بل هي جزء لا يتجزأ من فهم دوافع الشخصيات وتعقيدات علاقاتهم. بينما يغوص عادل أعمق في ألغاز الجزيرة، يكشف عن شظايا من ماضيه المنسي ويجمع قطع أحجياً هويته. يذكرنا سيف بأن الماضي لا يموت أبداً، بل يبقى كامناً في ظلال حاضرنا، مشكلاً أفكارنا وأفعالنا وجوهر ما نحن عليه. الأرواح التي تسكن أورا ليست مجرد خيالات، بل هي انعكاسات للطبيعة البشرية. كل روح تجسد جانباً مختلفاً من طباعنا، من الحب والتعاطف إلى الغيرة والغضب واليأس. تمثل هذه الأرواح تذكيراً مستمراً بوجه إنسانيتنا المشترك وتجاربنا، فهي تمثل الآمال والأحلام والندم التي تربطنا جميعاً بغض النظر عن الزمان أو المكان. من خلال تفاعلها مع عادل تتحداه الأرواح لمواجهة عيوبه واحتضان تعقيدات إنسانيته. تذكره بأن القوة الحقيقية لا تكمن في إنكار مشاعرنا، بل في الاعتراف بها والتعلم منها. تزداد رحلة عادل تعقيداً بسبب ثقل التوقعات الاجتماعية. طوال حياته كافح للتكيف مع القالب الذي حاول الآخرون فرضه عليه، مما أدى إلى شعوره بالاغتراب وتوقه إلى الأصالة. يجسد سيف ببراعة طبيعة الضغوط الاجتماعية الخانقة، لا سيما في المجتمعات التقليدية. يعكس صراع عادل الداخلي تجارب عدد لا يحصى من الأفراد الذين تجرؤوا على التشكيك بالوضع الراهن وشق مساراتهم الخاصة. تشكل أورا تذكيراً قوياً بأن الحرية الحقيقية تكمن في احتضان فرديتنا.
وعيش حياة صادقة مع أنفسنا بغض النظر عن توقعات الآخرين. الغموض هو عصب الحياة في أورا، فمنذ اللحظة التي يطأ فيها عادل بقدمه أرض الجزيرة، you becomes محاصراً في شبكة من المؤامرات، وكل خطوة يخطوها تقوده إلى الحقيقة، لكنها في الوقت نفسه تبعده عن الفهم. يتقن سيف فن التشويق طوال أحداث الرواية، فيسقط بمهارة أدلة وخيوطا كاذبة تبقي القارئ في حيرة من أمره حتى النهاية. يختلط الخط الفاصل بين الواقع والخيال، مما يجعلنا نتساءل عما هو حقيقي وما هو مجرد وهم من نسج خيال الشخصيات. وبينما نتعمق في ألغاز الجزيرة جنبا إلى جنب مع عادل، نجد أنفسنا في حالة دائمة من الترقب، حريصين على كشف الحقيقة التي تكمن تحت السطح. لا تخلوا رحلة عادل من التضحيات، فبينما يغوص أعمق في ألغاز الجزيرة ويواجه شياطينه الداخلية، يجد نفسه مجبراً على اتخاذ قرارات صعبة تختبر جوهره. يستكشف سيف موضوعي التضحية والفداء بطريقة معقدة، مشيراً إلى أن الحرية الحقيقية غالباً ما تأتي بثمن باهظ. يؤدي استعداد عادل لمواجهة ماضيه واحتضان المجهول في النهاية إلى تحول عميق، ولكن ليس من دون ألم وفقدان على طول الطريق. تذكرنا أورا بأن النمو واكتشاف الذات غالباً ما يكون مصحوباً بالألم، وأنه في بعض الأحيان يجب أن نكون على استعداد للتخلي عما نعتز به لاحتضان ذواتنا الحقيقية. تلعب الطبيعة دوراً محورياً في أورا، فهي ليست مجرد خلفية للأحداث. تعكس نباتات الجزيرة وحيواناتها مشاعر الشخصيات وتجسد صراعاتهم الداخلية. ترمز الأمواج التي تتكسر على الشواطئ الصخرية إلى الاضطراب الداخلي للشخصيات، بينما يعكس جمال شلال مخفي لحظات من السلام والصفاء. يستخدم سيف ببراعة ازدواجية الطبيعة لخلق تجربة قرائية حسية تجذبنا إلى المشاعر العاصفة للشخصيات. تذكرنا أورا بالعلاقة العميقة بين الإنسان والعالم الطبيعي، مشيرة إلى أن مناظرنا الداخلية غالباً ما تنعكس في البيئات التي نعيش فيها. بإخلاص لطبيعتها الغامضة، لا تقدم أورا إجابات سهلة أو نهاية مرضية. بدلاً من ذلك، يترك سيف القارئ مع شعور بالغموض الدائم، مدعياً إيانا للتفكير في المعاني الأعمق للقصة بعد الانتهاء من قراءتها. لا تعد النهاية المفتوحة للرواية هروباً من الواقع، بل دعوة للتفاعل مع النص على مستوى أعمق. يشجعنا سيف على استخلاص استنتاجاتنا الخاصة وتفسير رمزية الرواية وموضوعاتها من خلال منظور تجاربنا الخاصة. لا تعد قراءة أورا تجربة سلبية، بل هي دعوة للعمل، تحثنا على مواجهة تعقيدات إنسانيتنا والبحث عن إجابات لأسئلة الحياة الأزلية. أورا، أرض الأرواح المنسية، هي رحلة إلى أعماق التجربة الإنسانية، واستكشاف مؤثر للهوية والخسارة والبحث عن المعنى في عالم يشراودد بالغموض. تعد تحفة سمير سيف قراءة أساسية لكل من واجه أسئلة حول مكانه في العالم. إنها قصة ستبقى معك لفترة طويلة بعد الانتهاء من قراءتها، محفزة التفكير والتأمل وفهم الطبيعة البشرية بشكل أعمق. لذا، أيها القارئ العزيز، أدعوك للانطلاق في رحلتك الخاصة إلى عالم أورا. اسمح لنفسك بالضياع بين صفحاتها ولمواجهة إلغازها وللخروج منها وقد تحولت بفضل رؤاها العميقة. وعندما تصل إلى الصفحة الأخيرة، شارك أفكارك وتفسيراتك وفهمك الفريد لهذا العمل الفني الاستثنائي.